كاس الخليج شوط المباراة الأول تركناه ينتهي أحبة الكرام بتقدم المنتخب السعودي بهدف. الشوط الثاني تحياتي محدثكم فارس عوض. شوط المدربين شوط النقاط في المباراة الافتتاحية لخليج 20 رأس أسامة حركت خليج 20 في مطلع شوط المباراة الأول. أسماء كثيرة نجوم كبيرة سطرت أبيات المتعة والانتصارات والفخر لبلدانها في مثل هذه الدورات. يا السلام. حاول يمر بيلعبها داخل منطقة الجزاء. نونو يحاول يمر بهيئة قوية إلى خارج الملعب. ضربة مرمى ضربة مرمى بتعدي. يعني السعودية تتذكر منهم أكيد الأسطورة رقم واحد ماجد عبد الله، أكيد تتذكر سامي الجابر نجم الكبير جدا، أكيد تتذكر 13 سنة. كرة ملعوبة ملعوبة لليمن لليمن تمرير على الطرف الأيمن قطعة حلوة وتسديدة بعيدة إلى خارج الملعب. ضربة مرمى أكرم صاصي مرشح لأن يكون أفضل لاعب في المباراة للمجهود على الصاصي. ابن مدينة تعز الحالمة ما زال يحلم، ابن الحالمة ما زال يحلم. مهارته جميلة ولعبة حلو، اللاعب الفنان تحبه تشجع اليمن. ممكن تكون ضربة قناص لكن خطرة لليمن، خطرة خطرة لليمن، خطرة وين وين ما زالت ما زالت داخل المنطقة. اللعبة وصلت الصاصي أطول لاعب يمني يا عيني. والحريف حريف وهذا حريف أكرم بيلعبها كرة خلص مولد ممتاز أو هذا محمد عيد اللي خلصها. التمريرة خاطئة من قبل منصور أو نصر بحاج عدت تبقى ما بين علاء وأكرم. الله الله خطأ. يا السلام يا السلام يا علاء، علاء وأكرم والله أكرم، علاء وأكرم ما بينهم متعة متعة متعة. وهيثم الأصبحي أيضا، هيثم الأصبحي لاعب فريق نادي وحدة صنعاء. الصاصي وأكرم الحلوين على الكرة، اللعيبة على الكرة، كرة بتلعب من علاء سلام ولكن خطأ خطأ ضد اللاعب باسم عاقل باسم. وإلى الآن الثغر مبتسما لأبناء المملكة، الثغر الباسم. مدينة عدن المدينة التي يتواجد بها أقدم نادي في الجزيرة العربية وهو نادي التلال الذي تأسس في عام 1905 تقريبا، هو ثاني أقدم نادي على المنتخب السعودي ضمن مجموعته. لكن السعودية لم تهتز شباكها منذ دورتين. كرة ولكن هناك صافرة من حكم المباراة، يعني لا السعودية ولا عمان آخر دورة اهتزت شباكهم، هذه معلومة للتاريخ، هذه أعتقد ما فيها تسلل. لكن نقول السعودية وعمان في الدورة الماضية. يا عيني أكرم والله لعيب لعيب. أخوه هشام الأصبحي في دكة البدلاء لكن عسيري قد يعسرها قد يدبلها. سعودية السلام، الله عليك يا كابتن، الله عليك يا شلهوب، الله عليك يا ليدر. الشلهوب يذكرنا بأيام بيروت، الشلهوب يذكرنا بأيام بيروت. السعودي بمن حضر، الأخضر بمن حضر، كبير يا الأخضر، متعة يا الأخضر. يغيب ياسر مو بمشكلة، يغيب نور مو بمشكلة، يغيب اللي يغيب مو بمشكلة، لأنهم منتخب كله مشاكل ويسببون الآخرين مشاكل. والسعودي حطها والشلهوب باليمين، وعطني يمينك باليمين ومد يمينك. السعودي مد يده في البطولة ومد يمينه في البطولة ويعلن على أنه واحد المرشحين ويتقدم بهدف مقابل أو هدفين. مش موجود أسامة هوساوي، مش موجود منتشري، مش موجود، لكن سعودي موجود والكرة بيخلصها حارس المرمى. ولا كانت ثلاثة. أكبر خسارة لليمن في دورات الخليج كانت بسبب المنتخب السعودي في الدورة الماضية، لم يفز لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. واو بحاول لكن عسيري لعيب، عسيري عسر عسر يا عسيري
الشلهوب يسجل، وأتذكره في مباراة السعودية الأولى في خليج 16 وأبدع في تلك البطولة وقاب قوسين أو أدنى من الفوز بالبطولة. كرة ملعوبة عالية وعرضية تبعد من محمد عيد، غنام بيخلص، تيسير بمشي يعني استراتيجية غير واضحة، إن كان يقرر ذلك من البداية مو مشكلة. كرة ملعوبة متعدي إلى خارج من ضربة الجزاء، لكن بسيرو ومن مصدر موثوق جدا بالنسبة لي كان مقرر هذا الشيء قبل فترة، كان مقرر إنه راح يشرك هذه الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعينا. شلهوب بمشي، السلام، بلنتي، ركلة جزاء لصالح المنتخب السعودي. وعباس ولد أبها جاب الأخبار البهية، ولد النصر يؤكد الانتصار السعودي، عباس يتسبب بركلة جزاء، وباسم نشر التكشيرة على محيي اليمنيين. ثلاثة راح تكون سجيلة عسيري وسد مأرب وجها لوجه، يعني جبال عسير وسد مأرب، من يعدي الثاني؟ السد يسد الجبال ولا الجبال تخترق السد؟ عسير من عبد السلام، يا ناس الكبير كبير، يا ناس الكبير كبير، والأخضر السعودي طول عمره كبير، التاريخ يقول انه كبير، الماضي يقول انه كبير، الحاضر يقول انه كبير، عدن تقول انه هو كبير. الله عليك يا الاخضر، والله يغيب اللي يغيب، والسعودي عمره ما يغيب. هذا صقر بس لوح له، بس لوح له يغتنمها ويقنصها ويجيبها. 3-0 بثلاث نقاط وبسيارة لاعبين جيدة، لكن السعودي بذكاء. كرة ملعوبة، نمري بيسدد إلى خارج الملعب ضربة مرمى. 3-0 مباراة القادمة بإذن الله تعالى، اسنام الخليج منتخب في السن شكله حبوب يعني، لكن اليوم كابتن بيلعبها كابتن. خطأ لصالح المنتخب اليمني، واسمح سالم عوض الآن. خليج لليمن، لليمن ساهر فريد، ساهر يتركها، حصلها حارس المرمى، حصلها عساف القرني. كم وصلنا؟ 30 ولا ما وصلنا؟ غنام، سعيد، عالية، السلام، لو اكتملت يا ريان. ترى ماجد عبد الله اعظم هداف، 17 هدف ومن البطولة الأولى سجل يا ريان، لا يقارن أحد بذلك الاسم من حيث الأهداف، 17 هدف. ياسر القحطاني والله، ريان تمريرة، أوه عبد العزيز دوسر، شلهوب، عزوز بيلعبها وبتعدي الى خارج الملعب ضربة مرمى. النتيجة تأثر بهذه الهزيمة، لكن شلهوب الى عبد العزيز الدوسري، لعب له اياها بالمثلث، ها ثرو شلهوب، نقاط، 3 اهداف، 3 دقائق وقت مكتسب، لكن عباس كرة، دوسري بمرر للمنتخب السعودي وتبعد في اللحظة الأخيرة. كمل مسيرتك ما عندك مشكلة عباس، والله عباس إضافة، يا سلام الله، مشعل السعيد يكمل العيد، وأكرر وعيد، السعودي كبير، الله عليك يا الأخضر، الله عليك يا الأخضر. في ثغر الجنوب السعودي يبتسم، في ثغر الجنوب السعودي يضحك،
والسعيد في اليمن السعيد، السعيد في اليمن السعيد، أربعة سعودي يا ساتر استر، أربعة الأخضر يا ساتر استر، الصقر يجلس اليوم أربع مرات. وخر عن طريقه، أربعة أربعة يا أخي، السعوديين ما يرحمون في كرة القدم، ما عندهم رحمة. أربعة صفر، وقلنا رجال تطمع والصقور تطمع، طماعين لكنهم يستاهلون. الله يا الأخضر، أمسعت يا الأخضر، قدمت يا الأخضر، أبدعت يا الأخضر، الأخضر الدم طول عمره أخضر، والصقر لو شيك لو مرض لو تعب انتم